السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب أولى ثانوي، أهلا بكم من جديد وتجدد اللقاء معانا. ومعانا إن شاء الله اليوم تطبيقات على حالة F الوحدة التامنة، المنهج الجديد بتاعك. طبعا بالله عليك ركز معايا وخد معايا بس اللي أنا هقول لك عليه دلوقتي، واكتب شوية ملاحظات اللي تقدر عليها. احنا هنطبق وبناء على التطبيق هنعمل الملاحظات بتاعتنا. يلا بقى على بركة الله، زي ما أنا قلت لك هنطبق مع بعض على الوحدة الثامنة على قاعدة F. اختصارا بس عشان خاطر ندخل في الشرح على طول او ندخل في التطبيق على طول، لازم تاخد بالك من شويه حاجات معايا. معاك اول حاجه حاله صفريه فيها مضارع، مضارع بتدل على حقائق، بعدين حاله اولى مضارع ويل، وبعدين بتدل على موقف ممكنه، ومعاك حاله تانية ماضي بسيط وود زائد الفعل في المصدر، ودي بتعبر عن حاجات غير ممكنه مستقبلا. الحاله الثالثه طبعا اللي فيها ماضي تام وفيها would have زي التصريف الثالث للفعل، بتعبر لي على ندم في الماضي. لاحظ هنا المضارع وهنا المضارع، هنا مضارع هنا will. الماضي البسيط و would زي الفعل في المصدر بيبقى ماضي تاني، بيبقى ماضي تام، و would بنخليها ماضي بتبقى would have زي التصريف الثالث للفعل. الموضوع بسيط وسهل جدا، هناخده وهبين لك ازاي سهل. بس اكتب معايا اول حاجة الحاجات دي عشان خاطر بس نبدأ على بياض. اول حاجة، اول سؤال عندي قال لك wood floats if it in water. طبعا الوود اللي هو الخشب، floats اللي هو يطفو، if it لو هو in water. طيب واحد يقول لي ثواني، الخشب floats هنا مضارع بسيط، اذا الناحية التانية انا عايز مضارع بسيط يا عايز will. طب هنا الموقف ده يعبر عن حقيقة، فعلا الخشب بيطفو لما انت ايه بتحطه في المية. طب واحد يقول لي بس انا هختار بوتس، اقول لك تمام الله ينور عليك انت كده صح، بس اهدى معايا كده واحدة واحدة عشان تعرف المعنى. would floats if it put او بوتس in water، الخشب بيطفو لو وضع نفسه كده، انت معنى الكلام وضع نفسه في الايه في المية. طب هل هو بيوضع نفسه؟ لا هو طبعا مش بيضع نفسه. اذا طالما هو مش بيضع نفسه اذا انت عايز مضارع، بس مضارع مبني للمجهول، هتبقى is but اكسنت. خلصنا من الاولانيه دي وعرفنا حللناها كده ليه. طب تعالى رقم اتنين، if you لو انت your interview الانترفيو بتاعك اللي هو مقابله العمل بتاعتك، you will get the job، هتحصل على الوظيفه. هنا في will، طيب انت جاي لي طالما في will اكملها الناحيه التانيه بمين؟ بمضارع بسيط. طب تعالى نشوف، if you passes طبعا مش هنفع معانا pass past passing، اذا الحاجه اللي هتنفع معانا اللي هي كلمه بس. طيب تمام كده، يبقى هنا شباب موقف ممكن مستقبلا. تمام خلصنا من دي. طب اللي بعديها رقم ثلاثة، if you لو انت difficulty صعوبه understanding، في صعوبه عندك في الفهم، the instruction اللي هي التعليمات، call me. واحد يقول لي call me ده مضارع، طب انا هاخد ايه؟ هاخد هناك will. طب انت عارف ان if و will ما يتجمعوش مع بعض، طيب مضارع مضارع، طب انت شايف ان الموقف ممكن يكون حقيقه او مش حقيقه؟ طب هقول لك على حاجه، فاكر لما قلت لك في الملاحظات اللي اتكلمت عليها عن الحاله الصفريه او الحاله الاولى، قلت لك اول ما تلاقي يا شباب فعل في المصدر في جواب الشرط، اهو اكتب معايا اول ملاحظه، فعل في المصدر في جواب الشرط، اذا انت عايز معاك مضارع بسيط. فين المضارع البسيط؟ if you find. تمام، واحد يقول لي طب ثواني يا عم الحاج اهدى عليا، طب ما هي هاف تنفع، ما هو هاف برضه مضارع. ماشي هاد انا معاك، مش هتنفع معايا، وفاوند مش هتنفع معايا، امال طب ايه المشكله؟ ليه ما خدتش هاف؟ اقول لك ليه ما خدتش هاف. بص يا سيدي، هنا المعنى هيكتمل بكلمه فايند، لو انت وجدت صعوبه في الفهم، مش لو انت هاف، تمام؟ خلاص؟ يبقى لو انت وجدت صعوبه في الفهم فهم التعليمات، يبقى يا شباب كلمه كول مي او كلمني، تمام؟ طيب اللي بعديها، he will visit هو هيزورك you if he no good time لو هو، وكلمة time. طب will انت عايز هناك مين؟ طالما في will معاك عايز هناك مضارع بسيط. طب تعال نشوف مضارع بسيط، مضارع بسيط اللي هي has. تمام الله ينور عليك، يبقى if he has هي المضارع البسيط اللي معاك. طب اللي بعديها، شايف الموضوع سهل بالراحة، لما نشوف ايه اللي ناقص وبنكمله. طيب if he had a camera لو هو معاه كاميرا، طيب هنا هاد دي ماضي بسيط، وانت جايل لي ان الماضي البسيط لو عايزين نكمله بنكمله بود زائد الفعل في المصدر. اقول يا الله اكبر عليك يا ابني احسنت والله، يبقى على طول من غير ما اكمل وود تيك، هي وود زائد الفعل في المصدر. يلا رقم ستة، if she لو هي the competition اللي هي المنافسة، she
she would probably win a prize. طيب she would, اللي عارفك ان دي would ولا had. اللي بعدها طبعا هنا فعل في التصريف الاول, يبقى اكيد دي would, يبقى she would وكلمة win, would فعل في المصدر. يبقى انت عايز مين هناك؟ يا الله عليك, عايز ماضي بسيط. احسنت يا ابني والله, اختار لي كده الماضي البسيط, كلمة entered. تمام, الله ينور عليك. طب تعالى بقى رقم 7. If water freezes, لو المية اتلجت, it into ice, انها into ice. كلمة freezes مضارع بسيط, مضارع بسيط انت عايز له يا ويل, يا عايز له مضارع بسيط زيه. طب هنا بنتكلم عن حقائق, يبقى انت عايز له ايه؟ الله ينور عليك, يبقى انت عايز له مضارع بسيط. يبقى هنقول it turns, هو اللي هيتحول بقى, it turns. يبقى if water freezes it turns into ice, هيتحول لتلج. اوكي, طب رقم 8. steam condenses if it, بيحصل له ايه؟ بيتكثف. if it, لو هو, انت هنا برضو مضارع بسيط, يبقى عايزين مضارع بسيط. تمام, طيب هتلاحظ ان مفيش اي مضارع بسيط عندك غير الكلمة دي. طب ايه ده؟ طب تعالى نمشيها. if it, طب it يا سيدي المفروض هنا تكون في s, انا بفكر هو زيك. طب هنا في s؟ لا مفيش s, اذا دي غلط مش عايزة. طب ايه تاني؟ ايه ده؟ ده انت عارف المضارع البسيط في المبني المجهول بيبقى ازاي؟ بيبقى امو از وار زائد التصريف الثالث للفعل. طب في عندك الكلام ده؟ في از هي بس اي ان جي. ايه ده؟ ده في از فيها تصريف, يبقى هي. يلا بينا ندخل على اللي بعديه. 9. You always water if you mix hydrogen and oxygen. طيب you always, انت دايما, water ميه, انا عايز اقول ايه؟ ميكس, ميكس هنا مضارع. طيب يبقى هنا عايز اقول ايه بقى؟ عايز اقول مضارع تاني زيه لان ده يعتبر حقيقه, تجربه علميه. يبقى يو اولويز, ها, جيت, كويس, الله ينور عليك. يبقى سوف تحصل على الميه لو انت عملت ميكس اللي هو خلط ده مع ده. طيب رقم 10. هي ويل كاتش, هنا ويل زائد التصريف الاول, يعني ويل والمصدر, هيز ترين اف هي. يبقى انت طالما في ويل يبقى هناك عايز مضارع بسيط. من المضارع البسيط في دولة يبقى كلمة هي مع حاجة فيها اس يبقى runs, excellent. طيب رقم 11. He wouldn't take a taxi if, طب would والتصريف الأول للفعل, إذا أنا هناك عايز ماضي بسيط. فاكر الملاحظات اللي قلت لك عليها في الأول, شوف بتفيدك إزاي. if someone for him at the airport, لو في حد بيستناه في الايربورت, يبقى هتبقى ايه يا شباب؟ هتبقى الماضي البسيط اللي هو waited, excellent. يبقى would زائد التصريف الاول للفعل, انا عايز هناك ماضي بسيط. لكن لو كانت would have زائد التصريف الثالث للفعل, لا بقى انا مش عايز ماضي بسيط, انا عايز ماضي تام. يبقى had زائد التصريف الثالث للفعل. خلاص من الموضوع ده, خلصنا منه. رقم 12. how, كيف, she, في, ده سؤال خلي بالك, عايزين نعمل سؤال. if she read this novel, she وكلمة read, واحد يقول لي بس تمام الله ينور عليك, دي مضارع, she read دي مضارع. يبقى انت عايز هناك في السؤال will, اقول له طب ماشي 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 معاك انا, واحدة واحدة, اخترت لك will. طب انت ايه اللي عرفك ان read دي مضارع؟ خلي بالك ان في تصريفات افعال بتكون التلات تصريفات واحد, زي read read read, زي cut cut cut, put put put. امال انا عارف نفرق ما بينهم ازاي؟ هقول لك دلوقتي. تفرق ما بينهم يا سيدي, هل في have او has معاك او had, المهم هيتبين لك ان ده تصريف ثالث. لكن لو مفيش يعتبروا ان هم تصريف اول اللي هو مصدر بمعنى صح. طب تعال نشوف هنا هم مصدر ولا هم تصريف ثالث. واحد يقول لي شي, تمشي مصدر. طب ازاي تمشي مصدر؟ فين الاس؟ المفروض لو شي ريد هتبقى شي ريدز, ده لو هي مصدر, لو هي مضارع بسيط زي ما انت بتقول. لكن شي ريد او شي ريد زي ما احنا بنسميها, يبقى هنا دي تصريف كام؟ تصريف تاني, يبقى مضارع بسيط. مضارع ايه؟ بسيط. يبقى الموضوع خلاص انت كبرته في سنة وعارف بقى ازاي تعرف دي تصريف اول ولا تصريف تاني ولا تصريف تالت. يبقى هنا طالما هي ماضي بسيط انت عايز معاها مين؟ عايز معاها يا سيدي وود. خلاص يبقى في السؤال برضو عايز وود, يبقى هنختار مين؟ هنختار وود, اكسن. رقم 13. if I,
holiday. لو أنا أجازة I would have a swim in the sea. ركز بقى معايا، اكتب الملاحظة دي معايا. would معاها have زائد اسم في جواب الشرط، إذا فعل الشرط هيكون ماضي بسيط. تاني would have اسم أو would have to زائد الفعل في المصدر، أنت عايز ماضي بسيط. خلاص خلصنا من الملاحظة دي، يبقى would have a swim in the sea، يبقى أنا عايز ماضي بسيط. فين الماضي البسيط؟ أهو كلمة had. خلاص يبقى كلمة مين؟ had. طب تعالي بعديها، يبقى خلصنا من الملاحظة دي، اكتبها معايا بالله عليك. قالك what do if you passed the exam. انا هنا عايز اعمل سؤال، هنا في passed ماضي، اذا انا عايز مين؟ تمام، يبقى عايز would. تمام كويس، would هنا ناقصه فاعل، يبقى لازم اجيبه لها، يبقى what would you. خلاص مش هينفع will معايا، ولا هينفع you will ولا you would. تمام، انا عايز سؤال، عايز would وبعدين الفاعل. طيب رقم 15، he felt tired. He would go to bed early. هيروح السرير بدري. تمام؟ هنا طبعا عايزك تستخدم مين؟ عايزك تستخدم اف يا شباب، الموضوع سهل جدا، مش هينفع نستخدم ولا حاجة من دول غير اف. يبقى الراجل عايز يعودك أو عايز يخليك تستخدم معاه اللي هو الحاجة اللي معانا اللي احنا بنستخدمها اللي هي اف. قالك they won't come to the party. They won't come to the party. هم مش هيحضروا الحفلة. We invite them. نحن ندعوهم. والله مش محتاجة كلام. طبعا سيبك من in case of و if without. المعنى هنا احنا عايزين نقول هم مش هيجوا الحفلة إذا لم ندعوهم. خلاص؟ يبقى unless we invite them. إذا لم ندعوهم. تمام؟ وخلي بالك unless مش بتيجي معاها حاجة منفية. تمام؟ اللي هي أصلا تعتبر نفي. تمام؟ يبقى هنا كلمة unless. اللي بعدها رقم 17. If I enough money. فلوس كافية أو نقود كافية. For the project للمشروع I wouldn't have to borrow from the bank. ايه ده؟ ده هي الملاحظة اللي انا قلت لك عليها التانية. would هتقول لي would have. would have دي اخد معاها يا سيدي ماضي تام. اقول لك اهدى بالله عليك. would have هنا جه بعديها to وجه بعديها فعل في المصدر. نكتب الملاحظة دي. wouldn't او would زي ما تكون بقى و have وبعديها to بعديها الفعل في المصدر برضو معاها ماضي بسيط. معاها ماضي بسيط. أو would أو wouldn't have زائد اسم برضو معاها ماضي بسيط. يبقى هنا هنقول إيه؟ had. رقم 18 معايا بقى وركز عشان هناخد ملاحظة تانية. قال لك if people don't get enough money أو enough food sorry. If people don't get enough food لو الناس ما حصلتش على طعام كافي they وكلمة weak هيكونوا، أنا عايز أقول هيكونوا ضعيفين. واحد يقول لي طب ماشي انا هنا don't دي تعتبر don't زائد الفعل في المصدر تعتبر مضارع. انا هناك عايز مضارع يا عايز will، حاجه من الاثنين على حسب بقى انا بتكلم عن حقيقه ولا بتكلم عن ايه، عن حاجه هتحصل مستقبلا. تمام، او موقف ممكن انه يحصل مستقبلا. لا بص بالله عليك عشان خاطر انت هتتلخبط في الموضوع ده، هتقول لي طب انا اخد will ولا اخد become، هتتلخبط جامد. فاكر الملاحظات برضو اللي كلمتك عليها في الوحده لما شرحت وقلت لك لو في معاك don't ومعاك get فعل في المصدر اختار مين؟ اختار مضارع بسيط. اختار مين؟ مضارع بسيط. وكمان لو كان معك ماستر او كان معك نيفر حاجة من الحاجات دي اختار برضو مضارع بسيط. يبقى انا شباب هناخد مين؟ هناخد بيكم. خلاص اكتب معايا الملاحظات دي، اكتب معايا الملاحظات دي بأكد معك. طيب 19 جالك you work harder you will fail your exam. والله انا مش عايز اقول حاجة غير اذا لم تعمل بجد هتفشل في الامتحان بتاعك او هترسو في الامتحان. يبقى unless. طيب اللي بعديها you get there in time unless you hurry. انا عايز اقول ايه؟ انت تصل هناك في الوقت او هناك في الوقت اذا لم تسرع. يبقى اقول ايه؟ ها انت لن تصل، انت لن تصل. خلاص اهو مضارع بسيط، يبقى انا عايز will. طب will هل هتكون مثبته؟ لا هتكون منفيه. يبقى you won't get there in time unless you hurry. خلي بالك unless دي اللي بيجي معاها هنا هنا اللي وراها على طول بيكون مثبت، لان خلاص هي اصلا معناها النفي. خلاص كده. طيب تعالى بعديه بيقول لك if metals are cold لو الحديد طبعا اتبرد او حصل بروده they انا عايز اقول هو هينكمش، هو هينكمش. طيب تعالى بقى نشوف هنا حقيقه مضارع اهو، انا عايز ايه؟ عايز مضارع تاني زيه. يبقى مين المضارع في دول كلهم؟
هتبقى كلمة contract. contract خلاص. طيب 22, if one watches the sky on a clear night, لو اتفرجت على السماء في clear night اللي هو ليل, ليل صافي كده تمام, they stars and planets, انا عايز اقول هتشوف الكواكب والنجوم تمام. طيب هنا watches تعتبر مضارع, انت عايز معاك مين؟ عايز المفروض will, موقف, موقف يعبر عن ايه؟ عن حقيقة محتملة انها تحصل تمام. طيب تعال نشوف اذا معايا will be seen, will be seen مش هتنفع. طب ليه بقى؟ يعني انت مش عايز مبني المجهول هنا. طب خلاص كده ده مستبعدة. طب ما فيش will اعمل ايه؟ طيب فاكر لما قلت لك ان في حاجات بتعبر عن will اللي هي ممكن كان و could و والحاجات اللي هي بتعبر عن كان سواء قدرة او استطاعة. طيب هنا بقول لك ايه؟ ينفع ناخد كان زي الفعل في المصدر؟ ينفع. هقول they can see stars and planets, استطاع او باستطاعتهم انهم يشوفوا بدلا من will, عادي ما فيش اي مشاكل خلاص. لكن will be seen اللي هو will be زي التصريف الثالث الفعل على اساس انها مبنيه المجهول, لا ما هو الناس اللي بتشوف, ما فيش اي مشاكل في الكلام ده خلاص. 22 خلصت. 23, they won't open the door unless, هم مش هيفتحوا الباب اذا لم او اذا لو she who is it. هنا won't open, won't open يبقى انا عايز هناك ايه؟ عايز مضارع بسيط. يبقى عايز اقول اذا هم لم يعرفوا, طب انت معلمني ان unless ما يجيش معها النفي, يبقى دي استبعدناها خلاص. جملة unless اللي هي فيها نفسها ما يجيش مع النفي, يبقى unless اذا لم يعرفوا مين اللي بيطرق على الباب. يبقى كلمة مين؟ كلمة knows خلاص. كلمة مين؟ كلمة knows. اللي بعدها 24, خلاص فهمنا الحتة اللي فوق دي, ليه ما خدناش doesn't؟ طيب I'd swim if, I'd swim if would زائد التصريف الأول للفعل اللي هو المصدر, would زائد التصريف الأول للفعل. إذا أنت عايز معك مين هنا؟ عايز معك ماضي. طيب I would swim if I a fish, واحد يقول لي مين الماضي؟ had been؟ لا مش ماضي ده, ده ماضي تام, will, am, is and where تمام. طب انت فاكر لما كنت بكلمك في ثالثه اعدادي بقول لك لما تتكلم على التمني if I were, لو انا كنت انا بتمنى هنا الحاجه دي, يبقى I would swim المفروض كنت أو كنت هوم, لو انا سمكه يبقى هنا نختار مين؟ if I were fish تمام. 25, I'd have been pleased with you, would have تصريف ثالث للفعل. اخيرا جيت معانا, يبقى احنا عايزين مين؟ عايزين ماضي تام. طب فين الماضي التام؟ ده في معانا اهو ماضي تام وفي معانا هاد ماضي تام, اختار لي كده واحده. يبقى I'd have been pleased, هكون سعيد منك لو انت عملت ولا انت ما عملتش؟ لو انت عملت تمام, يبقى كلمه had done كويس, اهو بفكر زي ما انت بتفكر بالظبط. 26, water is boiled, الميه تتغلي, it turns into vapor, هتتحول لبخار. turns مضارع, وهنا برضو الراجل اختار لي مضارع منفي او مضارع, سوري مضارع في المبني المجهول. طب انا اقول ايه؟ unless ولا in case of ولا had؟ طب هنا انا عايز اقول if, عايز اقول if. طب ما فيش if موجوده, ايه ده؟ طب مين بيسويها؟ تمام الله ينور عليك, بكلمه when كويس كده. طبعا السؤال رقم 27 بيقول what would happen if this volcano, ايه اللي هيحصل لو البركان ده؟ انا عايز اقول كلمه erupt اللي هي لو ثار هذا البركان. طيب معايا would ومعايا مصدر, اذا انا عايز مين؟ عايز ماضي بسيط, ماضي بسيط. يبقى كلمه مين؟ erupted خلاص, erupted. يلا بقى نركز مع بعض في السبيشال كيسز دي, بالله عليك يا اخي اكتب معايا الملاحظات دي وهتدعي لي والله العظيم. اكتب بس ورايا كل ملاحظه اقول لك عليها عشان هتستفاد منها عشان تخلص من القاعده دي. الملاحظه والمثال بتاعها, لو مفيش عادي حلها على طول او ما تكتبش على ملاحظه. رقم 28, I'd rather start now if I to finish in time, المفروض ابدا دلوقتي لو عايز انا اخلص في الوقت. الملاحظه الاولى rather او would rather زائد الفعل في المصدر
إذن أنت عايز مضارع بسيط. يبقى would rather زائد الفعل في المصدر، يبقى أنت عايز مضارع إيه؟ مضارع بسيط. طيب المضارع البسيط في دول مين؟ واحد يقول لي don't و have، الاتنين مضارع بسيط. المعنى يديني مين؟ ها أنا لو عايز أبدأ، أو أنا المفروض أبدأ دلوقتي لو عايز أخلص، ولا مش عايز أخلص؟ لو عايز أخلص يبقى هتبقى have. خلاص يبقى أول ملاحظة معانا رقم 29، if this trip cost much money. واحد يقول لي بس استنى بقى عشان خاطر هنا اللعب، كلمة كوست أو الفعل كوست التلات تصريفات واحد، كوست كوست كوست. طب هنا دي تصريف كام؟ اه this trip مفرد ما جابش اس، يبقى دي مش تصريف أول، دي تصريف كام؟ تصريف تاني. طب ليه ما تنفعش تصريف تالت؟ فين الحاجة اللي تخليها التصريف التالت؟ فين هاز وهاف وهات؟ فين الحاجة دي اللي تخليها تصريف تالت؟ إذا دي تصريف تاني، والتصريف التاني اللي هو الماضي البسيط أنت عايز له هناك مين؟ عايز له هناك وود. الله ينور عليك. طب وود هنا مش موجودة؟ إذا وودنت يا عم الكبير أنت، يبقى وودنت. تمام خلاص أنت كبرت بتاع ثانوي، يبقى هنا كلمة وود. تمام الموضوع ماشي بالراحة من غير أغلب، يعني أغلب الموضوع ماشي يعني كده واحدة واحدة. رقم 30، it's important to. بص يا شباب أول ما تلاقي it is معاها صفة معاها to، يبقى أنت على طول عايز هناك عايز مضارع بسيط. خلاص يبقى it is important to، يبقى أنت عايز معاك مضارع إيه؟ مضارع بسيط. المضارع البسيط هنا معاك مين؟ مفيش طبعا غير مين؟ غير كلمة feel. أه ده ممكن ينفع مضارع بسيط على أساس إن هو مبني المجهول، لكن هنا مش مبني المجهول، مش هنبني المجهول. يبقى if you feel ill. خلاص طيب اللي بعديها يبقى خلاص كده من الملاحظه هنا وملاحظه في رقم 30. تعال نشوف 31 فيها حاجه ولا لا. قال لك we would better train hard if we would better. طيب would better يا شباب وبعديها الفعل في المصدر نفس الكلام زي draws زي الفعل في المصدر، برضو معاها مضارع بسيط، يبقى على طول هناخد مين؟ هناخد كلمه want. تمام يبقى كلمه want. تمام كده. طب ايه اللي بعديها؟ if you had to leave now. لو انت مضطر ان انت تمشي دلوقتي I know got you ألفت. بعد لما نحل هنفهم معنى كلمة ألفت، لأن ألفت معناها شباب كفعل يرفع أو مصعد أو رافع حاجة زي كده، بس هقول لك معناها كله على بعض إيه. طيب if you had to، أول ما تشوف يا شباب كلمة had to زائد الفعل في المصدر، يبقى أهو had to زائد الفعل في المصدر، يبقى الناحية التانية أنت عايز معاك مين؟ أنت عايز معاك would زائد الفعل في المصدر. يبقى تاني had to فعل في المصدر، يبقى الناحية التانية عايز would زائد الفعل في المصدر. يا ريت الملاحظات دي من أول الدرس هتكتبها مرة واحدة، والله كل حاجة هتبقى بالنسبة لك سهلة، ملاحظة ومثال عشان خاطر تفهم الموضوع. خلاص يبقى أنا هنقول مين؟ هنقول would زائد الفعل في المصدر اللي هو give. طب يا شباب كلمة give a lift اللي معناها توصيلة، يعني بمعنى صح أنا هوصلك. يبقى if you want أو if you had to leave now I would give you a lift، أنا هوصلك أوديك توصيلة. خلاص رقم 33، don't drink. أه بس 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 أنت معلمني في الملاحظة الأولى من قاعدة اف، لو أنت ما اتفرجتش عليها اتفرج عليها، أنت قال لي إن لو في دونت زائد الفعل في المصدر أو لو في فعل في المصدر أصلاً فأنا عايز على طول مضارع بسيط. طب مين المضارع البسيط في دول؟ اللي هما كلمة وونت. تمام؟ يبقى دونت درينك تي إف يو وونت تو سليب إيرلي. خلاص؟ طيب تعالى ندخل على اللي بعديها 34، تعالى نشوف الملاحظات بقى اللي هناخدها من الأسئلة دي. إف شي وود لايك تو كام ويز أس، لو هي عايزة تيجي معانا شي بيرميشن isn't، كلمة permission يعني isn't from her parents. اه طيب شايف بقى الملاحظة دي؟ اكتب يلا معايا would like to زائد التصريف الأول للفعل المصدر، يبقى would like to أهو فاعل، would like to فعل في المصدر، يبقى أنت محتاج معاك الناحية التانية will. أنت محتاج معاك إيه؟ will. خلاص خلصنا من الملاحظة دي. يبقى would like would love نفس الكلام برضو، و to زائد الفعل في المصدر عايزين will. بس كده. طب تعالى بعديها if we had a swimming. اه had يعني ماضي بسيط، لا دي سهله بقى وانت معلمها لي. طالما في ماضي بسيط يا سيدي الناحيه الثانيه اللي هنا انا عايز مين؟ عايز would زائد الفعل في المصدر. يبقى مين بقى معاك كلمه would swim؟ خلي بالك لو كانت مبنيه المجهول هتقول would be swam. خلاص لكن انا مش مبنيه المجهول انا اللي بستحمل. السؤال رقم 36، if you busy ask him to call later. ask him اطلب منه انه انت ايه call later ان هو يكلمك بعدين. طيب لا دي سهله والله انت علمتها لي. خلاص طالما في فعل في المصدر هنا انا محتاج مين؟ انا محتاج معايا مضارع. خلاص انت علمت لي طالما جاب الشرط في فعل في المصدر او في never او في don't او حاجه من الحاجات دي، يبقى على طول انت علمت ان ناخد مضارع. المضارع مين يا سيدي هنا؟ المضارع اللي هو are، مش هتلاقي حاجه تانية هي مضارع. خلاص يبقى if you are. طب اللي بعديها if she has finished the reports. ايه ده has finished؟ طب ده زمن ايه يا سيدي؟ زمن
مضارع تام. هاف او هاز زائد التصريف الثالث للفعل. ايه ده؟ طب ده ماشي، ما انت علمتني ان الماضي التام بناخد معاه وود هاف زائد التصريف الثالث للفعل. الماضي التام وود هاف زائد التصريف الثالث للفعل. اه انا علمتك كده صح، الله ينور عليك، بس اوعى تختارها، ما تختارهاش هنا يا سيدي. ما انت معلمني كده. لا انا معلمك في الماضي التام، ما قلتلكش المضارع التام. طب ماشي، المضارع التام هتعلمني اخد معاه ايه؟ اه هقول لك دلوقتي. المضارع التام يا سيدي اللي هو هاف او هاز والتصريف التالت للفعل، خد للناحيه التانيه معاه ويل زائد الايه؟ زائد المصدر. يبقى ويل زائد المصدر. طيب ايه ده؟ لا انت كده بتكذب عليا، فين ويل زائد المصدر؟ طب ما فيش ويل. لا بقى انت كبرت، والله انت كبرت، باكد لك للمره المليون. طب ما فيش ويل، ايه ده؟ ده في حاجه اهي شبه ويل اللي هي برضو كان، قلت لك كان وكود والحاجات دي كلها بتدل على ايه؟ على ويل برضو، بس بيختلف المعنى. يبقى if she has finished the reports، لو هي انهت تقرات she can، يبقى she can leave the office، هي مسموح ليها او تستطيع ان هي تغادر المكتب. اوكي طيب يلا تعالى ندخل على الملاحظات اللي بعديها. السؤال برضو رقم 38، يلا نشوف بقى ايه اللي هنستفاده برضو من هنا. if I tired I would have to take a rest. طيب الملاحظة بتقول لك would have to، فعل في المصدر، علمتك وقلت لك للمرة المليون ان بيجي معاها ماضي بسيط. يبقى معنا مين؟ معنا كلمة felt هي الماضي البسيط، تمام كده؟ طب يبقى هتبقى felt. طيب let's go for a walk. لا من غير ما تكمل، انت معلمني برضو في الملاحظات ان let's زائد الفعل في المصدر، انا هناك عايز مضارع بسيط. طيب نكمل. Let's go for a walk if you two stay at home. طيب هنا اتنين معايا يعتبر مضارع، won't و don't want. طيب المعنى هيكمل بانه قال لك يلا بينا نطلع نتمشى لو انت عايز تقعد في البيت ولا مش عايز تقعد في البيت. يبقى انا عايز المنفية، يبقى don't want to stay at home. خلصنا من الموضوع ده، فهمت الحتة دي؟ طيب تعالى رقم 40. I know got you if you are studying for your next exam. ركز معايا، لو لقيت معانا مضارع مستمر، نقول تاني مضارع مستمر، جملة دل على زمن المضارع المستمر في المستقبل، يعني خاص بالمستقبل، يبقى على طول هتاخد معاك will، هتاخد معاك مين؟ will. طيب واحد يقول لي ايه ده؟ ده ما فيش ويل يا عم، خلاص خلاص مش هتكلم تاني. يبقى هتاخد مين بدلها؟ ويل المنفيه اللي هي won't visit، عشان المعنى اكتمل. يبقى I won't visit you if you are studying for your next exam، مش هزورك لو انت بتذاكر الامتحان. خلاص يبقى طالما في مضارع مستمر يبقى انا عايز معايا ويل. خلاص كده. طب تعالى بعديها. if سما the school trip she would have. اه would have دي لو جه بعديها تصريف ثالث للفعل يبقى انت عايز مين؟ يبقى انت عايز ماضي تام. لكن ما جاش بعديها الحاجه اللي انا هقول لك عليها دي اللي هي التصريف الثالث للفعل، جه بعدها مثلا تو زائد الفعل في المصدر، او جه بعديها اسم زي كده مثلا، يبقى هناخد مين؟ هناخد ماضي بسيط. تمام. الماضي البسيط في دول مين؟ اللي هي كلمه joined، اللي هي كلمه مين؟ joined. يبقى if Sama joins the school trip. تمام. السؤال رقم 42، can you lend me some money؟ اه سمعك والله، سمعك اللي بتقول لي ان كان هنا بتساوي ويل، سمعك اللي بتقول لي خلاص احنا حليناها كده مش محتاجين ان احنا نكمل. كان طالما هي بتساوي ويل، اذا الناحيه الثانيه هنا انت عايز معاك مين؟ عايز معاك زمن مضارع. خلاص يبقى can you lend some money if you if you don't have ولا have، لان الاثنين دول مضارع، لو انت معاك ولا انت مش معاك، لو انت اكيد معاك عشان المعنى يكتمل. يبقى if you have enough، لو انت عندك ما يكفي. تعالى بقى نفهم او نقيس الفهم بتاعنا، هل احنا فهمنا القواعد دي صح؟ زي ما قلت لك الحل الاولى والصفريه والاولى والثانيه والثالثه لازم تبقى فاهمهم كويس عشان خاطر تعرف استخداماتهم ازاي. في الاسئله دي هنقيس الاستخدامات بتاعتك، فانا هحاول ان انا احل لك على طول او بسرعه عشان خاطر بس الوقت ما يطولش. طيب if I come first this year come first this year I will get a reward، هحصل على جائزة. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ان انت استخدمت come و will، يعني معناها حالة اولى، يعني موقف محتمل الحدوث. يبقى I will probably come first، ربما ان انا ايه اطلع الاول. طيب
44 if I came first خليتها في الماضي I would get واخترت would get يعني would زي التصريف الأول للفعل يبقى أنت كده خليتها حالة كام؟ حالة تانية. طيب يعني إيه حالة تانية؟ يعني حاجة غير محتملة الحدوث. يبقى هتقول it's not likely that I come first أنا مش محتمل ان انا اطلع الاول. خلاص كده يبقى ده الفرق ما بين الحاله الايه، الحاله الاولى والحاله الثانيه. طيب اللي بعديها if I had come، طبعا had و come اللي هو ماضي تام، واخترنا هناك would have got اللي هو would have زي التصريف التالت الفعل، يعني خليتها حاله ثالثه. والحاله الثالثه دايما بتتكلم عن ندم في في الماضي، يعني حاجه يعني حاجه ما حصلتش في الماضي. يبقى ايه بقول لك هنا اللي هنختاره اللي هي I didn't come first انا ما طلعتش الاول لان انا ندمان، طبعا بتعبر عن ندم في الايه في الماضي. طب ايه اللي بعديها if I were you، طبعا لو قلت لك التعبير ده معناه ايه، ان معناه ان انت بتنصح I would do my best ده معناه ايه، معناه ان انا بنصحك ان انت to do your best ولا بنصحك ان انت ما تعملش، يبقى بنصحك ان انت to do your best. طب اللي بعديها 47 I will buy a fire extinguisher in case. كلمة in case ده شباب ان معناها سواء كده او كده انا هعمل الحاجة دي، يبقى انا سواء كده او كده هشتري اللي هي extinguisher اللي هي طفاية الحريق. طيب there is a fire لو كانت هناك حريقة، ما هو سواء كانت في حريق او ما فيش حريق انا هشتريها هخليها كده هخليها عندي. هي ده in case، وشرحت زي ما قلت لك في القاعدة او في القواعد اللي فاتت انا شرحتها واتكلمت على الملاحظة. يبقى هنا هنقول ايه I will buy a fire extinguisher to be prepared for any fire عشان خاطر اكون جاهز للنار، مش شرط ان تقوم النار لا انا هشتري. لكن لما اقول اف اف بقى لو قامت حريق، لو حصلت الحاجه دي انا هشتري. خلاص ده الفرق بين ان كيس واف. طب تعالى بعديها اي ام 150 سنتي، وهنا طبعا انا ممكن اقول لك انا دلوقتي 25 سنتي، يعني ممكن الحاجه اللي انا عايز ادخلها او بتمنى ان اكون 150 تمام، فانا دلوقتي 25. طبعا حاجه غير محتمله الحدوث في المضارع او المستقبل يبقى بنستخدم حاله تانيه، يعني ماضي بسيط وود زائد الفعل في المصدر. يبقى هنقول was taller I would لو انا كنت طويل كنت، او بتمنى يعني ان انا اكون طويل عشان خاطر ادخل الباسكت بول تيم، لكن للاسف هنا انا عندي 25 وممكن يكون ايه كنت بتمنى ان اكون 150. طب اللي بعديها if horses had wings لو الاحصنه horses had wings، طبعا had اللي هو الماضي البسيط و they would fly would زر التصريف الأول للفعل، يبقى هنا بستخدم حالة كام؟ حالة تانية. يبقى للأسف الحاجة دي ما حصلتش، يبقى هنقول it is an imaginary situation يعني ده موقف تخيلي لأن الأحصنة ما فيهاش الحاجة دي، وده برضو من الحاجات اللي بتعبر عنها الحالة الشرطية التانية. خلاص طب السؤال الأخير رقم 50 without عمر's help بدون مساعدة عمر I wouldn't have solved my problem أنا ما كنتش حليت المشكلة بتاعتي. ده معناه إيه؟ معناه طبعا اجرى الحاجات دي كلها هتلاقي معناه I solved my problem because عمر helped me أنا حليت المشكلة بتاعتي لأن عمر ساعدني. طب يا شباب اللي هنعمله المرة الجاية إن شاء الله أنا أرجو أقول في البداية إن الملاحظات دي تكون فادتك وتكون كويسة جدا ليك، وتكون اللي أنت دونتها وكتبتها ومش هتحتاج أي حاجة إن شاء الله في قاعدة إف تاني. المرة الجاية إن شاء الله هتكلم لك عن إيه؟ هتكلم لك عن سؤال الفيل إن ذا جابس في القاعدة دي، وبعدين ندخل على القواعد اللي بعدها إن شاء الله بإذن الله. تمام؟ وأرجو إن الوقت يسعفني إن أنا أتكلم عن ملاحظات على الكلمات وملاحظات عن بعض الحاجات اللي بتيجي فين؟ اللي بتيجي في الامتحانات عندك، بس إن شاء الله مكملين مع بعض. و ان شاء الله كل ما يكون في دعم اكبر ان شاء الله هنحاول ننزل حاجات اول باول، احاول ان انا اكون متابع معاكم طالما ان في ناس كتير بتتابع وناس كتيره بتلعب الحاجه دي. طب اشوفكم ان شاء الله في اقرب وقت، فيا ريت بالله عليك ان انت تتابع، ويا ريت بالله عليك لو فهمت دعوه كده واعمل لي لايك للفيديو عشان خاطر الفيديو ده بس يظهر لاصحابك وممكن يستفادوا منه، لان اغلب الناس ما بيظهرلهاش الفيديوهات عشان خاطر اغلبهم مش ينفع الجهاز. تمام يا ريت بس ما قلت لك ان انت تتابع وتكتب الملاحظات دي كويس عشان خاطر تفهم كل حاجه. خلاص استنانا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه ممكن تكون بالكتير يوم الاثنين ان شاء الله. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.